أنا الأصغر من ثلاث أخوات. I'm the Assistant Secretary of State for Conflict and Stabilization Operations. مساعد وزير الخارجية الأمريكية فيما يختص بالنزاعات وعمليات الاستقرار. I've worked for Susan Rice, for Hillary Clinton, and now John Kerry. اشتغلت مع سوزان رايس واشتغلت مع هيلاري كلينتون وكمان سيد جون كيري. And I am a great believer in the importance of mass communications. أنا عندي إيمان كتير عميق بعملية بقضية التواصل الاجتماعي. In many countries that we work, بعدة دول اشتغلنا فيها, we don't have freedom of movement, we don't have freedom of gatherings. ما في عندنا حرية التنقل أو حرية الاجتماع. But there's some freedom of media. ولكن في نوعا ما حرية هذا. And so I consider that the air force of civil society. وفيني اعتبرها هي مثل القوة الجوية للمجتمع المدني. السيد السفير في مكتب الصراع والاستقرار الأمريكي, كيف تختارون الأشخاص والهيئات التي تقدمون لها الدعم؟ Well, it's different in every country. ولكن بالنسبة للوضع السوري نحن نحاول قدر الإمكان أن نعمل مع أكبر أوسع نطاق وأوسع شريحة, لذلك قررنا أن نعمل مع منظمات المجتمع المدني والمعارضة والنشطاء الذين قاموا بالثورة كونهم أشخاص يريدون تحقيق نظام حكم ديمقراطي والذي هو يشابه لطموح الإدارة الأمريكية بالنسبة للوضع السوري. يتعلق الأمر أيضا بحالة إيصال الوصول للنظام الديمقراطي وإزالة الأسد وبناء الديمقراطية. بالنسبة للعمل, نحن عملنا مع مجالس مع أشخاص مخرطين في العمل مع المجالس المحلية وأيضا مع الشرطة وأيضا مع وسائل الإعلام وأيضا مع هيئة الأركان. سؤال من الشارع يطرح كثيرا حول اختيار أشخاص منشقين عن النظام السابق, عن نظام أسد, منشقين عن نظام أسد لدعمهم ليكونوا في المؤسسات الجديدة. وهناك اعتراض من الناس, أن هؤلاء يحملون نفس المشاكل, نفس مشاكل النظام التي قامت الثورة من أجلها أو جزء من هذه المشاكل. في سوريا الجديدة وأنت تبني سوريا الجديدة, من المفروض إيجاد ثقة بين الناس واحترام الخبرات الأشخاص, احترام الخبرات مع العلم بأن الأشخاص المخرطين في معاناة عدد كبير من هؤلاء الناس يجب إرسالهم إلى المساءلة, ولكن من أجل بناء مجتمع جديد ودولة جديدة يجب إخراج كل الأشخاص الذين لديهم الخبرات الكافية للوصول إلى سوريا موحدة ديمقراطية. الرئيس أوباما ضغط على الرئيس الأسد من أجل السلاح الكيماوي. لماذا لا يتم الضغط بنفس الطريقة من أجل عدم قصف منازل المدنيين في المناطق المحررة كي نخفف من مشكلة النزوح ومن أجل أن تدور عجلة الاقتصاد؟ الشعب الأمريكي في ملة من الحروب في أفغانستان والعراق, وصوت شعبنا مهم بالنسبة لنا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية, نحن نريد إنهاء المعاناة بأسرع وقت ممكن, ونحن نؤمن بأن جنيف 2 يمكن أن يحقق هذا عبر المفاوضات, مع العلم بأن المعارضة حق النقد وليست مضطرة بموافقة على أي شيء يتم, لها كامل الحرية والصلاحية في هذا الأمر, ونظن بأن هذا الوقت هو الأفضل لإنهاء هذه المعاناة.